في ولاية القاهرة وين سمعنا رقم يخوف شوية، أنه 50% من المصابين اللي قاعدين يصفيوا في الكلاوي متاعهم مرضى بداء السكري. علاش كيفاش نوى سبب هذا وأكثر؟ في تحقيقنا اليوم في زوم سنتي حاورنا الدكتور خالد المكاور رئيس قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي ابن جزة. سنتي 5.5 دكتور مكور خالد رئيس قسم تصفية الدم بمستشفى الجامعي ابن جزاء. تحتفل المجموعة الدولية والوطنية في كل سنة كل يوم خميس من الأسبوع الثاني من شهر مارس باليوم العالمي لأمراض الكلى. اليوم هذا مجعول لتحسيس المجموعة بخطورة هذا المرض والعمل على الكشف عليه مبكرا و القيام بالمداوات في الوقت اللازم لتجنب التأثيرات الخطيرة لهذا المرض. مرض قصور الكلوي المزمن هو في أغلب الأحيان مرض خطير ناتج خاصة لأنه مرض ساكت، مالادي سيلونسيوز، يعني في أغلب الأحيان خاصة في مجتمعاتنا جونا يعني المرضى في مرحلة متقدمة واللي ما نجموش نعمله، ما عندناش معناها وسائل علاج كثيرة وقت جينا في المرحلة هذه ويبقى لنا كان تصفية الدم. دونك احنا الهدف متاع التحسيس بأمراض الكلى هو استكشاف هذه الأمراض في مرحلة متقدمة، في مرحلة معناها مبكرة، حتى يتم مداواتها بالطرق اللي تخلينا ان نداويوها كومبليتمون وإلا نوقفوا من التطور متاعها وهكذا ننقذ المرضى متاعنا. في الأعوام الأخيرة السنوات الأخيرة لاحظنا هناك زوز أمراض هما المتسببين أكثر في القصور الكلوي المزمن المؤدي إلى تصفية الدم، وهو المرض السكري، مرض ارتفاع ضغط الدم. حاب نقول إحنا في القروان 50% من المرضى اللي يصفيوا الدم هما مصابين بمرض السكري، وانه 70% زوز مع بعضهم تلقى مرض سكري وارتفاع ضغط الدم. هوني هكا اللي احنا نحبوا شراكة وعملنا في السنوات الأخيرة على شراكة مع لاميتسين دو بريمير لينيا، زملائنا في المستوصفات والطب العام، مع زملائنا في مختصين في مرض السكري في أمراض القلب، للعمل على استكشاف هذه الأمراض مبكرا والعمل على مداواتها في الوقت المناسب، وذلك دونك تجنبا للوصول إلى المرحلة النهائية من القصور الكلوي المزمن وبالتالي تصفية الدم. تصفية الدم تتطلب برشا انفستيسمون وبرشا إرهاق للمواطن، للعائلة بتاعه وللمجموعة الوطنية. نركزوا خاصة على دونك استكشاف المرض في مراحله الأولى، وذلك كما قلت أنا التحاليل الدورية اللي يقوم بها طب العائلة أو طب جنراليست أو طبيب أمراض القلب، طبيب الغدد والسكري، وقت يشوف احنا نعرفه وقت يشوف فما بداية تأثر الكلى بهذه الأمراض المزمنة يقوم دونك بالتعاون معنا نقوم بتعديل الأدوية، وذلك يمكننا بريفينير المراحل النهائية من تصفية الدم. فما أمراض أخرى هي خلقية والحمد لله هي أقل معناها في المستوى الستاتيستيك، كما أمراض الحصى وأمراض بعض الأورام والحمد لله هي قليلة، وهذه خاصة مع زملائنا في المجاري البولية، اختصاص مجاري البولية نتعامل معها. ذلك أيضا لاستكشاف هذه الأمراض في مراحل مبكرة والعمل على مداواتها معناها pour éviter arrivé au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique. الاستكشاف دونك ارتفاع ضغط الدم والعمل على معالجته في الوقت المحدد وبالأدوية اللازمة، أخذ مشكل الأدوية الكل يمكن استعمالها في أمراض القصور الكلوي. دونك فما أدوية معينة احنا بالتعاون مع زملائنا يمكن نخليوها المريض قصور الكلوي، وفما أدوية أخرى ما تجمش. وهوني احنا نأكدوا انه عدم معناها اللوتوميديكاسيون، يلزم يستشير المريض طبيبه وبالتعاون مع الزملاء اون فا اريفي ان شاء الله.